معكم غيداء جبيلي وطبعا الزميل المصور علي الشقير من العاصمة بيروت. اليوم يحل عيد الفطر على اللبنانيين في ظل تحديات كبيرة عم بيعيشوها اللبنانيين بظل أزمات عدة ومن الأمنية اليوم وأيضا أزمات اقتصادية وسياسية، ولكن اليوم اللبناني وفي عيد الفطر يحاول أن يرسم البهجة على وجوه الأطفال. في جولة لنا بالعاصمة بيروت بدنا نشير إلى أنه تبدو العاصمة بيروت خالية من كل السيارات، خصوصا من الصباح الباكر وحتى هذه الساعة، خصوصا وأنه عوامل عديدة ساهمت بعدم خروج عدد كبير من المواطنين من منازلهم والاكتفاء بالزيارات اللي عادة بيقوموا بها بعيد الفطر. والعوامل هي إن كانت عوامل الطقس اللي لعب دور كتير كبير، لأنه منذ الصباح كان الطقس ماطر في العاصمة بيروت، إلا أن سرعان ما تحسن الطقس والأمر الذي سمح لعدد من المواطنين بالخروج للاستمتاع بعيد الفطر. والعامل الثاني وهو العامل الأمني اللي كان عم بيعيق عملية، أو إذا بدنا نقول العامل الأمني اللي منع كتير من العالم من الخروج من منازلهم. نحن موجودين على الكورنيش البحري اللي عم بيكون في حشد كبير من المواطنين كونه الملجأ الوحيد لعدد كبير منهم. حنقوم بهيدي الجولة لنفرجيكم بيروت من الكورنيش البحري ولنحكي أكثر مع المواطنين وكيف عم بحل عليهم عيد الفطر. خلينا بداية نكون هيك، يعني لفتنا اليوم من العادات الأساسية بعيد الفطر هي الهدايا للأطفال. أول شيء نعاد عليكم بالصحة والعافية. لفتني أنه جبت لعبة لابنك، خبرينا أكثر عن هيدي العادة وشو جبتي له. إيه حبيبي، نعاد عليكم حبيبتي، كل عام بخير. ماشي، هو اختاره ماجيك تريكس. في عادات ما في الواحد يهرب منها، منها العدية ومنها كمان الهدايا. عديته وجاب هو لعبة اختاره. وكيف ملاقي الأجواء هون؟ يعني شفنا الصبح كان الطقس شوي صح، كان الصبح كتير مغيم وشتي، بس هلأ الحمد لله صار شوي شمس فكسبناها شوي وظهرنا شوي لعب. شكرا لك على هيدي المداخلة وعليك. خليني قبل ما نبلش نحكي مع المواطنين الموجودين على الكورنيش البحري، التوقف عند هيدا المشهد هنا واضح بأنه اللبناني لا المطر بيوقفه عن الاستمتاع بالطقس الجميل ولا أي أمور أخرى. عم نشوف بأنه عدد كبير منهم بالعيد فضل ممارسة الرياضة واللعب هنا عند هيدي النقطة بالتحديد وعند عمود الجامعة اللي معروف بالعاصمة. مثل ما عم نشوف عدد كبير منهم فضل أنهم يصطاد، البعض منهم فضل بأنه يلعب تنس لا يستمتعوا مثل ما ذكرنا بالطقس، خصوصا بالعيد عيد الفطر السعيد. خلينا كمان هيك نبلش بهيدي الجولة تنحكي مع العالم اللي موجود وعدد من العيال. بدنا نشير إلى أنه اليوم عيد الفطر وهو أول يوم لعيد الفطر من بعد شهر رمضان المبارك، وهناك يعني نسبة الإقبال اليوم كبيرة جدا. مرحبا من قبل الإقبال من قبل المغتربين اللبنانيين، بحسب ما علمنا بأنه اليوم كان المطار عم يشهد قدوم نسبة كبيرة من المغتربين، حوالي 11 ألف شخص عم بيكون عم يحط بلبنان لزيارة أقاربهم والاستمتاع بعيد الفطر. طبعا بفعل الأزمة الاقتصادية كمان كتير من العادات العادات اللبنانية بعيد الفطر تغيرت، بدءا من التبضع وصولا لشراء الحلويات وحتى الهدايا. خلينا نجرب نحكي مرحبا، يعني بدنا ناخذ أول شيء نعاد عليكم.
كيف ملاقيين الطقس هلا لعب ايجابا لتظهر وتستمتع؟ مزبوط كثير حلو الطقس اليوم. عم تحضر الماتش اللي عم يلعبوه الشباب، شو رايك فيه؟ مع مين عم بتشجع؟ بعدنا واصل هيك عم بتفرج بس. شو ناويين اليوم تعملوا؟ عم نشوف انه بس كانه الكورنيش البحري ببيروت مكتظ بالناس، وبالمناطق الثانيه شوارع فاضيه، دائما بيكون البحر هو الملجا لان كثير من الناس. خبرنا اكثر اليوم كيف ملاقي الوضع هون؟ لحد يطلع هيك جايين نتمشى وبدنا نروح ناكل من بعض ونتغدى وهيك، ما في شيء يعني بعد بالنهار. معايدين اليوم للاخر ايه؟ صح. شكرا لك على هيدي المداخلة، حنكفي مع هيدي المقابلات تا نكون. مرحبا، خلينا نشوف كمان عدد من العيال. يلا دقيقة بس خليني، لا ما فينا. خلينا نشوف. مرحبا، ينعاد عليك يا رب، اسم الله يخلي لك يحفظك يا رب خليك يا. يعني عم نقول اليوم عم بحل عيد الفطر على اللبنانيين بالخير وبالشو. تمنياتنا اليوم بهيدي الوضع يتحسن، العالم كلها تحب بعضها، يعني اكثر من هيك ما في، يعني كلهم يصلوا لبعضهم، نرجع طاقه وحده مثل ما كنا بالزمان، يعني شعب واحد اهل واحد، هذا اللي بتمناه انا بهالدين. اليوم اهم شيء رسم الفرحه على وجوه الاطفال، كيف قدرتوا انكم تزرعوها بخصوصا بظل كثير ظروف عم بعيشها اللبناني؟ يعني شو عملتوا من الصبح؟ كيف عيطتوا؟ يعني رحنا عند الاهل وظهرنا شوي، ها بدها بلشت هلا. تاخذيها. رحنا عند الاهل واجوا الاهل لعنا، يعني اصحاب. جبتوا معموله العيد؟ جبنا معموله العيد. اليوم في عادات تغيرت، يعني كانت كنتوا تجيبوا ربما كميات أكبر من الحلويات، خبرنا أكثر كيف انعكاس الأزمة ربما الاقتصادية على الأوضاع وعيد الفطر بالتحديد؟ هلا هو مثلا كنت تجيب الشغلات، هلا ما بقى فيك تجيبيها، يعني مثل معمول كنت تجيب مثلا دزين، ترى بتقدر تجيب دزين أو نص دزينة، ما فيك. البقلاوة نفس الشيء، يعني البقلاوة مليونين الكيلو، أقل واحد 800-900 ألف ما بيتاكل. الشوكولا نفس الشيء. تمام. تياب العيد كيف قدرتوا تجيبوا للاولاد ولا؟ هلا تياب العيد ما عندي غير هالصغيره. خلي لك هي. انا نادر ما اشتري تياب، بضل عندي. في اشياء ابدا، بصير الواحد عم بحط اولويات. بس المدام بدك تقدر تجيبي، لما في هذه ست بدها تظهر بدها تجي. ما فيكي يعني، الرجال غير المرأة. لجأتوا للكورنيش البحري اللي بيجمع كل اللبنانيين خصوصا بالطقس الجميل، فينا نقول لأنه كان الصبح شوي مختلف الطقس، بيلجأ اللبناني على البحر يمكن هيك للتنفس والتنزه. تنفس، وهذا شيء يعني المقدور عليه، يعني قد ما بيقدر بيوفر أقل تكلفة. يعني إذا بدي روح على مطعم خربانة بيوت، يعني قهوة خربانة بيوت، ما فيك. أنا الحمد لله ضخم بشرب أرجيلة ما بشرب، لو تروح تاخذ تشرب أرجيلة بدك 200 ألف 300 ألف، هذا أقل شيء، يعني بدك تحطي المليون ونص، هذا أجر يوميتك بيطلع للأسف. شكرا لك عايد المداخلة و على الجميع يا رب. آمين. الله يخليك يا رب. شكرا لك. فإذا مثل ما عم نشوف أكيد كل لبناني يعني عم بيعاني على طريقته اليوم، ولكن دايما بفضلوا اللبنانية أو بمحبيه دايما بصارعوا كرمال يكونوا عم بعيشوا الفرح والعيشوا العيد على طريقتهم الخاصة، رغم أنهم تخلوا عن كتير من العادات ويعني فضلوا وحطوا أولوياتهم بشراء إن كان الثياب وحتى بالعدية اللي بتنعطى، وهي من عادات اليوم بأنه ينعطى عدية للأطفال بعيد الفطر. هيدي كمان واحدة من العادات اللي تغيرت. عم نشوف عدد هون من المواطنين يعني بيشتري أغراضه تيقعدوا يأكل على الكورنيش البحري مثل ما قلنا ليقتصد ويحاول أنه يخفف من التكاليف. نسبة
الفقر بلبنان أصبحت كبيرة جدا. الطبقة المتوسطة فينا نقول بأنه انخفضت ونسبة الطبقة الفقيرة ارتفعت نسبتها حوالي 50%. هيدي المسألة بتلعب دور كتير كبير يعني حياة اللبنانيين وبطريقة حياتهم إذا صح التعبير. خلينا نشوف. ينعاد عليكم فضلين تعملوا رياضة بعيد الفطر. هاي كيفك؟ ينعاد عليك. شو السكوتر ماشي حالكم؟ كتير حلو. انتو جايبينها ولا استأجرتوها من هون؟ خبرنا من أي ساعة انتو هون وكيف مبسوطين على الكورنيش؟ كتير الكورنيش حلو والجو كتير حلو اليوم. الدنيا عيد، أجواء عيد يعني. نعرف بأنه أول شيء بنعمل لما نقول عيد نجيب فرقاع ونفرقع. عملتوا شوي كبينا على البحر، كبيت فرقعتوا؟ ايه أكيد، جو العيد ما بيمشي إلا من دون فرقاع. طيب والعدية طلع لكم عدية حرزانة؟ ايه هلأ من عمي 25 دولار. حلوين. اوه بالدولار مش بالليرة. أكيد ما في حد عم ياخد بالليرة. حتى العدية مش قبلانية شردتهم فيها. ايه أكيد ما حد ناخد بالليرة، ليرة ماتت. وشو حتعملوا اليوم بالعيد؟ حتقضوها هون على الكورنيش؟ لا بتضلك تتفتلي اكيد يعني، حيدي اخلك من هون. بدك تضلك تغيروا جو ببيروت. شكرا لك على هيدي المداخله. خلينا نكفي. بدنا نشير كمان الى انه عدد من اللبنانيين عم شوف كمان ب يعني القوارب الصغيره، عدد من المواطنين بيقوم بجوله اذا فينا نقول بقلب البحر تايشوفوا بيروت من هيدي الزاوية بالتحديد. بيروت اللي ما بتموت رغم كل الظروف اللي عم بتعيشها الأمنية والاقتصادية وحتى السياسية بظل غياب لرئيس للجمهورية وبحكومة تصريف الأعمال، إلا أنه اللبناني دايما بيتحدى كل الصعاب ليعيش العيد إلى أقصى الحدود، وخصوصا بظل تواجد بظل وجود الأطفال اليوم اللي يعني الأطفال هن العامل الأساسي والعيد ما بيكون إلا من بفرحة الأطفال. مثل ما عم نشوف عم ياخدوا الصور التذكارية أيضا. نعاد عليكم عم تاخدوا صور التذكارية. هيدي حتكون عيد 2024 بإذن الله. حبيبة قلبي كيف ملاقي الأجواء العيد تحديت هلا؟ أجواء العيد العالم مبسوطة وكل العالم ظاهرة، يعني شو ما كان بدنا نفرح حالنا. كنا عم نقول أنه رغم كل شيء العيد يعني أطفال. أكيد هو صار العيد للأطفال، نحنا خلص رحت علينا. ما بقى في شيء بفرح اللبناني. مزبوط، حروب بجنوب وهون الوضع كمان الاقتصادي ما كتير مناسب اللبنانية. شو في عادات هيك الواحد تخلى عنها إذا فينا نقول أو خفت؟ عدية ربما للأطفال، تياب يمكن كنتوا تجيبوا أكتر كمية، اليوم اللبناني عم بعد القطع اللي عم بيجيبها. خبرينا كيف انعكس هلأ الأسعار بالسوق كتير عالية وفي ناس ما عم تقدر تجيب أبدا، بس كيف ما كان نحن بدنا يعني بدون الأولاد ينبسطوا، لازم ينبسطوا بالعيد ولازم يحسوا بفرحة العيد. شو تمنياتك اليوم بعيد الفطر السعيد؟ أكيد أنه تكون سنة خير علينا وعليكم. شكرا لك على هذه المداخلة. حنكفي هيك بعد شوي لقدام تنشوف كيف الأجواء. أول شيء بدنا نعيدكم لكل المشاهدين هنا لبنان، معكم غيداء جبيلي وعلي شقير من على الكورنيش البحري تنفرجيكم اليوم أجواء العيد بالعاصمة بيروت. بدي أذكر بأنه كنا أو أمنا بجولة بالعاصمة خصوصا بفترة الصباح، ما كان العالم كتير عم تتجول بالشوارع نظرا للطقس الماطر اللي كان بالعاصمة، إلا أنه هلأ من بعد ما تحسن الطقس عم نشوف بأنه عدد كبير من اللبنانيين حضر إلى الكورنيش البحري للاستمتاع بالطقس ولا يعيده. ينعاد عليك حاج، كيفك؟ تمام. أول شيء خبرنا فضلت اليوم تنزل تعمل سبور بالعيد؟ صح، لوين بده يروح الواحد؟ كل شيء غالي، ما دامت طلعت على الضيعه انا دبيت بلبنان بهون ببيروت،
بس انه ما في شيء هيك بتكزل شوي بتفش خليك شوي. عم نقول انه هون اكثر شيء في عالم يا اختي وين تروح العالم ما كل شيء غالي. اذا بدك تاكل ترمس ب 100,000 يعني الله يعين الناس. انا بقول الله يعين العالم بعدنا يعني بنعلي فينا نمشي بعد شوي بياخذوا حقهم ومشيت. يعني كنا قبل أو بظروف قبل الأزمة الاقتصادية وغيرها حتى قبل انفجار المرفأ وهي كانت العالم تظهر بالأعياد تروح على المطاعم تزور مناطق كمان. يعني هيدي المسألة اختلفت اليوم الواحد عم يقتصد وكأنه ما في بهجة بالعيد. لا لا ما في. إذا بدي أركب سيرفيس هلأ لأطلع لفوق بدك تدفع 200,000 150,000 طيب شو بدك تدفعي مصاري. هلأ في ناس بتقدر تقبض شوي بالأجنبي بس الله يعين اللي بيقبض باللبناني صارت المية كأنها 1,000 ليرة 1,000 ليرة وأقل كمان. وشك شايفه أنا وشك قريب لك أكيد على التلفزيون بأي تلفزيون نحن أنت مباشرة هلأ على هنا لبنان على البلاتفورم سوشيال ميديا. طيب تشرفت تشرفنا وشكرا لك على هيدي المداخلة وينعاد عليك كمان. ايه ممتاز وصفت الحالة كتير منيح. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي هنا لبنان حنكتفي بهيدا القدر من البث المباشر. حبينا هيك نطلع معكم من العاصمة بيروت ونفرجيكم الكورنيش البحري اللي عم بيكون مقتص بالمواطنين كون المتنفس الوحيد أمامهم بعيد الفطر. اليوم هيدا العيد اللي رغم كل التحديات إلا أنه اللبناني بيسعى أنه يرسم فرحة على وجوه عدد كبير من اللبناني وجوه الأطفال بالتحديد. هيدي هي الأجواء من هنا. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيداء إجبيلي وعلي شقير.